ترى مين؟ اذا هيصع اثنين من النادي الاهلي هيغيروا مره واحده. اتلعبت الضربه الركنيه وخطر اوبا جوه الجول اوبا اوبا جوه الجول بيبو ابراهيم سعيد. وعلى فكره كابتن ابراهيم سعيد قبل هذا اللقاء على سر السلسله اي سلسله دي شخص عزيز عليا جدا لكن مش هعلم مين الا في وقتها واد ابراهيم سعيد يعود ويحرز الهدف الثاني. شوفوا بقى تباين الشعور حضراتكم ما بين فرحه لاعبي النادي الاهلي وعلامات وجه محمد صلاح المدير الفني اللي مقدم عرض طيب جدا جدا حتى الان. وهدف ابراهيم سعيد في دقيقه 17 بس هدف زي الهدف بتاع بطوله الامم بطوله الانديه الافريقيه واصبح دلوقتي هداف النادي الاهلي. هنشوفه مره ثانيه عنده سرعه تصرف كويسه جدا ومتابعه حلوه قوي 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 من ابراهيم سعيد منقذ النادي الاهلي في المباريات اللي احنا شايفينها واللي اتلعبت. ابراهيم سعيد اصبح دلوقتي احد صمام امان خط ظهر النادي الاهلي وبرضه امان في